من ينقذنا؟ من ينقذنا؟ من ينقذنا؟ ريتشارد! 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 أين أنت يا منقذنا؟ أين أنت؟ ها أنا ذا يا أميرتي! ها أنا ذا يا مولاتي! الويل لك! الويل لك يا ملك النمسا من ريتشارد قلب الأسد! الويل لك! الويل لك يا ملك النمسا من ريتشارد قلب الأسد! أين أنت؟ ها أنا ذا يا ريتشارد يا قلب الأسد! الويل لك! أنت هنا؟ ها أنا ذا يا ريتشارد يا قلب الأسد! الويل لك من ريتشارد قلب الأسد! ها ها سأقوم بتمزيقك إرباً إرباً! قطعني قطعني يا قلب القطة، يا قلب البطة، يا قلب الوزة، يا قلب أمك. قول له التزم بالنص. التزم بالنص يا نجيب. أنا ملتزم بالنص يا أخويا، هو اللي مش ملتزم. قول له يلتزم. هيا لا رزني، إن كنت أنت قلب الأسد فأنا قلب الصخر، قلب الضبع، قلب الرررر. اوعى. نجيب التزم يا نجيب بالنص. هيا بارزني يا قلب الأسد. اقفلوا الستارة. ليه؟ اقفلوا الستارة. ليه اقفلوا الستارة ليه؟ العرض ماشي كل حاجة عادي. عجبتك يا أستاذ؟ ده أنا هقتلك هقتلك وهعتزل التمثيل. اهدى يا عبقري. ليه كده؟ انت عارف انا انت عملت ايه؟ انا ضحكت الجمهور. ضحكت الجمهور. انا عامل روايه تراجيديا درامي، مش شغال في سيرك. انت ممثل فاشل، ممثل واطي. ايه ده؟ ده مفصول. ايه ده؟ ده مفصول. بالهداوه. شيلوه من قدامي بدل ما اذبحه بالسيف اللي في ايدي. بالهداوه يا مسيو. يلا. لا 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 مش كده يا اخوانا. لا لا انا زعلان منك على فكره. يلا روح. حرقت دم الجهبذ. هدومي هدومي. هنزل الشارع بملابس ملك النمسا يا عمر. خلاص نزلوه، سيبوه يغير هدوم. يا ولاد الهرمه بتستوى عليا يا دلدول جورج. بقول لك ايه، انا مش عايز اذيك، كفايه اللي انت فيه. احمد ربنا ان خرجت من هنا على رجلك سليم. سامع؟ الجمهور طالبني، عايزني. وده سبب اقوى الطرد. واخلص قبل ما يجي ويلمحك. يلا كده حظي كده شكلي. يا نجيب كدا. يا نجيب انت فين؟ انت عفيفي. فين؟ شفت طردوني يا عم عفيف. يطردوك؟ يطردوك ازاي؟ ده الجمهور بره عمال يهتف ملك النمسا ملك النمسا، وانا اقول لهم ده نجيب ده نجيب الريحاني ده نجيب الريحاني. يطردوك ازاي؟ نجيب. اهلا اهلا في كهف العاطلين. بتضحك؟ شر البليه ما يضحك يا صاحبي. شايف مين داخل علينا دلوقتي؟ لوسي، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ طردوني جورج ابيض، طردني لما عرف اني تبعك. يا أولاد الكهان، وهم خلصوا؟ لسه ما خلصين، وعاملين اجتماع يشوف ممثل غيرك. طب الحق اروح لكارمن انا بقى، ويمكن ياخدوني بدالك او واحد يشتغل والسلام. طب استنى استنى، انا جاي معاك عشان اشوف حق في الايراد. يا نجيب احسن لك ما تجيش، مفيش داعي للبهدله دي كل شويه. اسمع كلام توني يا نجيب. يا نجيب اخويا، انت مش حمل ضرب العيال القبضيات اللي جايبهم سليم؟